إنكار الذات حقيقة من أهم الصفات التي ينبغي للمسلم أن يتصف بها، لا سيما في هذه الأزمان التي قلت فيها الأخلاق وقل فيها الصفات النبيلة. فنحن عندما نتحدث عن مثل هذه الصفة لما لها من أثر سواء في حياة الإنسان الخاصة أو أثر على حياة المسلمين عموما، وهي دفع ورد لأهواء النفس التي أمر الله عز وجل بأن أن 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 ينهى الإنسان نفسه عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم يلخص هذا المعنى في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى والرغبات والمصالح الشخصية لا تقدم على ما يقتضيه الإيمان، ما تقتضيه التقوى، ما يقتضيه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أكبر مثال على هذا وقدوة في هذا المسلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال الله في حق الأنصار منهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن هذه الصفة تمثلت بهم حتى ذكرهم القرآن وأشاد بمواقفهم هذه عندما اقتسموا أموالهم، بل إلى زوجاتهم بأن يطلق أحدهم زوجته حتى ينزل. وهذا إنما لعظيم هذه الصفة وكبير منزلتها. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت هذا عائشة رضي الله عنها قالت: ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط.